كنا الحقيقة في أول رحلة قادمة باتجاه مطار حلب بعد زمن طويل. كانت الإجراءات سهلة وميسرة. مشكر الحقيقة يعني الجمهورية العربية السورية وتحديدا شركة الطيران السورية على الإجراءات المنظمة. كانت الرحلة في غاية الانتظام في الدقة والمواعي، وأيضا كان في التزام حتى بالأمور المتعلقة بالحماية من كورونا. طبعا هي اول رحله قادمه الى مطار حلب الدولي بعد انقطاع لفتره طويله بسبب جائحه كورونا، واتباع الاجراءات البروتوكولات المعتمده من قبل وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه ومنظمه الطيران المدني. البروتوكول المتبع هو دائما انه نشوف نتيجه البي سي ار للمسافرين القادمين الى البلد، لازم تكون نتيجه سلبيه طبعا، ومن مقابر الصحه المعتمده من قبل وزاره الصحه السوريه. فاطمة نحن انبسطنا كثير بفتحة المطار لأنه كان كثير عم تعذب في فرق تقريبا شي 10 ساعات لنصل على حلب وتعب وشغل وكذا، فهذا الأمور كثير كويسة الحمد لله، والله يكمل بالخير إن شاء الله تصير أحسن وأحسن إن شاء الله. جاي من دبي بيروت بيروت حلب. انا كثير بتشكر شركه الطيران السوريه، شركه الطيران السوريه سوت هالشيء، وفرت علينا جهد ووقت ورياحه. وبعدين يعني اليوم الاجره اللي حاطينها ما هي مناسبه، يعني السياره عم بياخذوا اكثر، عرفت كيف؟